تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. حقيقة زيارتي لمدينة خوريجا كانت أول زيارة هنا قرأت فيها قصائد ولدي انطباع عميق على هذا الجهد الشعري الذي تفاعل معنا بحضور شاعرات وشعراء كبار كذلك ولقينا حسن الضيافة لدى هؤلاء الناس الطيبين ومن لدن هذه الجمعية الجميلة والتي تتمثل في شخصية الفنانة والشاعرة المبدعة الرائعة نوال شريف وجميع الإخوة تقدم إليهم بالشكر الجزيل. أولا أتوجه بالشكر لجمعية أجيال المستقبل على هذا النشاط المتميز والغني بمواضيعه وبحضوره وبالأسماء الوازنة التي شاركت سواء بالندوة الأدبية أو الندوة العلمية. قد كان لي شرف المشاركة بالندوة الأدبية حول موضوع الهجرة ومداخلة تحت حسن المهاجر بين الاندماج بين الاندماج والاغتراب نحو رؤية أدبية. وكان لي أيضا شرف توقيع مجموعة القصصية ولمن أعشق الحلم بما أنها تتناول سؤال الحلم فعلا كنت سعيدة جدا بهذه المشاركة وبتعرفي على ثلاثة من المبدعات سواء من داخل خريجة أو من قمتم بزيارة للخزانة أيضا من خلال الحفل الختامي الذي حضرنا الليلة وأيضا حديقة عمان التراث الأصلي والجميل الذي أرجعنا إلى زمن الخيم والبارود وزمن الشهامة وزمن أجدادنا والمصابين. ففعلا أنا جد سعيدة بتواجدي معكم. بالفعل الإشكال الذي تم طرحه من طرف يعني من طرف الجمعية وصلت الضوء حول إشكاليات الهجرة والمهاجرين يعني يطرح مجموعة من الأبعاد ويطرح مجموعة من الرهانات. هناك الرهان الاقتصادي، هناك الرهان الاجتماعي، هناك الرهان السياسي، وأيضا هناك رهانات أيضا تطرح إشكالية التفاوض على المستوى الدولي وإشكالية التنسيق على المستوى الدولي فيما يتعلق بالبعد المرتبط أساسا بالدول المصدرة للهجرة. لابد من إعادة نظر يعني كتقييم علمي وأيضا كتوصيات إن شئنا القول، لابد من إعادة نظر في طبيعة البنيات سوسيو اقتصادية داخل إقليم خوريجا أساسا من أجل توفير أو تسهيل عملية العودة. ثانيا يعني ايضا الاهتمام ب يعني قلت هناك البعد البنيات المجاليه والبنيات او الهياكل المؤسساتيه داخل الاقليم، وهنا اشير الى مساله الهياكل المؤسساتيه في جميع ابعادها بدون استثناء. هناك البعد المدرسي يعني ضروره يعني تمكين ابناء المهاجرين مواصله الدراسه خاصه المهاجرين العائدين لارض الوطن من تمكين الدراسه التمكن من الدراسه في ظروف يعني ظروف لائقه وفي نفس المستوى. ايضا البعد الصحي والطبي الهياكل الصحيه والطبيه داخل يعني داخل الاقليم لابد ايضا من يعني تحديث هذه الهياكل بصفه عامه بالاضافه الى دور المجتمع المدني، تفعيل دور المجتمع المدني وتفعيل بصفه عامه تفعيل مجموعه من المؤسسات التي يجب ان تنخرط في فعل المرافقه ومصاحبه يعني هؤلاء المهاجرين سواء خارج يعني ارض الوطن وخاصه داخل ارض الوطن. شكرا استاذه. وحسات بالحقوق ديالهم مقارنه مع النساء اللي ما كيمشيوش. ولكن الاشكال اللي كيطرح هو ما كاينش اشكال ما كاينش
المجهود ديال ادماج هاد النساء، يعني النساء هما قوة عمل اللي كتمشي للشغل في الحقول وكترجع، يعني ما كاينش إمكانية الإدماج ديالهم. النساء اللي ما عندهمش الحق في الحصول على أوراق الإقامة، يعني هما قوة عمل مطالبة بالرجوع والعودة. والنساء لما كيمشيو في خلال الفصل المعين ما كاينش ضمانات للاستفادة من هذا المسلسل ديال الهجرة في مرة أخرى. ومشكل كيطرح كذلك بأن النساء هادو كما كنا متزوجات وعندهم أطفال، كيطرح مشكل ديال الابتعاد على العائلات على الأطفال ديالهم وعلى الأزواج ديالهم. مجموعة من النساء المتزوجات كيمشيو فترة 3 شهور أو 4 شهور، وبالتالي الأزواج هما اللي كيتكلفوا بالأبناء خلال تلك الفترة. إذا هذا المسلسل هذا كما قلت لي تم تداوله بخصوص إعلاميا، خصوصا في السنة الأخيرة إذا تذكرتوا، لأنه كان طرح مشكل ديال التحرش. شكرا جزيلا للسيدة شعور جميل ينتج الإنسان المهتم بالثقافة، وما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات الثقافية التي تبعث الروح بين أجنحة الجمال التي تخيم على زماننا. هذه المبادرة تبقى مبادرة جديدة، وما يسعنا إلا أي شيء جرى تأجيل المستقبل، أي شيء على هذه الوادرة التي نتمنى أكان لقاء عشائيا أم لحظة. هناك حضور وزير مجموعة من الشعراء، أقاميس قد قد من ظهر أم قد رمته شعراء في غفلة وجنتان، تحس بأننا قميص كأننا في عرس قد قد من ظهر أم قد رمته في غفلة توقفش وما تكونش غير وجنتان، أنت نتمنى أنها تكون أستاذي نخال، بغيت نعرج معك لواحد النقطة اللي تدخل في البرمجة ديال بعض الملتقيات اليوم. في نفس التزامن كاين هناك بيت المبدع، وأيضا في نفس الوقت كاين هناك منتدى، ألا يؤثر ذلك مثلا على المهتم وعلى أنا بغيك تهضر معايا بصراحة، هذه البرمجة عندها واحد التأثير باش جوج ديال المنتديات يداروا في نفس الفترة؟ أنا غادي نكون معك صريح، هذه البرمجة هي في الحقيقة أهل يتباهون كهيئة دفعتها الريح غيث مدرهما للجنان، يكفي الصدر بكرة وأصيلا هادما في الأحجار والأشجار، إنه العشق حاول أن ننظر. شكرا، أتمنى أن مرة أخرى يشتد على الاعتبار من مشاكل. في البداية لابد أن نشكر كل القائمين على جمعية منتدى، المنتدى الخامس للكتاب الذي تنظمه جمعية أجيال المستقبل التربية والتنمية، وبطبيعة الحال نركز على المراحل بعجالة التي قطعها هذا المنتدى الخامس، حيث كان متنوعا وجمع في ثناياه بين السينما وبين التشكيل وبين الندوة الفكرية والعلمية وكذلك الندوة الأدبية، ليكون بطبيعة الحال مهرجانا ومنتدى وفيا للتطلعات السابقة وللمراحل السابقة، بل إن هذه الدورة كانت دورة منفتحة على مجموعة من الفعاليات بطبيعة الحال الأدبية وخاصة الشعراء، وأخص بالذكر المسابقة الإبداعية التي جرت هذا الصباح صباح الأحد الثاني بجنبه بطبيعة الحال، وتنافس فيها الكثير من الأدباء والشعراء، وبصفتي مشرفا على اللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم أنوه بجمعية أجيال المستقبل التي قطعت على نفسها أن تكون وفية لدربها الذي يسير على درب الإبداع والتوهج والتألق بطبيعة الحال، ونتمنى صادقين في الموسم القادم المنتدى السادس للكتاب أن ينفتح أكثر هذا المهرجان عن الكتاب في معارض وفي ندوات فكرية تخص الكتاب، ودوره ليكون رافعة للثقافة وللفكر والأدب وينفتح على النفس. الكفاءات والأطر من أساتذة وباحثين وإعلاميين، وكل من ساهم في نجاح هذه الدورة من قريب أو من بعيد،
إن كانت دورة ناجحة بكل المقاييس، كما نذكر بصفتنا كجالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج أننا مستعدون للتعاون جميعا في إطار الأهداف المشتركة التي تجمع فينا في المقر ديالها. المقر ديالها الآن هذه الجمعية النصر في المقر ديالها دار الشباب حاليا مؤقتا، وحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخرجوا للخارج إن شاء الله في الأيام هذه في شهر غدير، وعندما نعود سنحصل على ونتمنى أن تهتموا بالجالية فهي في حاجة إليكم، خاصة هناك مشاكل، وأن خريبكة فهي مركز للهجرة مسطرة للهجرة، وأن أغلبية شحال ديال المهاجرين كاينين دابا في إيطاليا وفرنسا وداك الشيء؟ في إيطاليا في مدينة خريبكة فيها 25,000 عائلة كلها في إيطاليا، كلها في إيطاليا، وتقريبا كاينة واحد 8,000 ولا 9,000 ما بين 8,000 9,000 في إسبانيا. إسبانيا إسبانيا خريبكة مهاجر خريبكة شحال تقريبا شحال تتمثل ديال البورسونتاج 10 20 شحال 10 ها 20 كان بورسون. إذا ينتظر لكم الكثير الكثير، وحنا كجمعية النصر العمال المقيمين بالخارج نتمنوا نستافدوا من هاد اللقاءات اللي داروا على الناس ديال الجمعيه ديال الاجيال، ولاول مره وتنطلبوا من جميع المعاونه والمساعده باش المسؤولين وكذلك نعم وجميع التدافعين والتضافر الشركاء باش نزيدوا شكل ان شاء الله. شكرا شكرا جمعيه النصر على هذا الاغتصاب. طوبي مرحبا. يا مرحبا. اليوم تتشاركوا في ندوة حول الأدب المجاري، بغيت باختصار خصائص هذا الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حينما نتحدث عن الأدب المجاري فإن أولا الموضوع واسع وفضفاض، لأن استعمال المصطلح يعود بنا إلى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، حيث إنه يمكن أن نتحدث هناك عن خصائص معروفة من ضمنها مثلا وحدة الخط، وحدة الشفرة في الكتابة، وحدة الموضوع، هيمنة الشعر، ميل إلى الرومانسية، الحنين إلى الوطن، كثير من العناصر التي كانت معروفة زمان إيدين مع الرابطة القلمية ومع عصبة الأندلس. إلا أننا حينما نتحدث عن الأدب المهجري مثلا المغربي فنحن في مقابل ذلك نتحدث عن عناصر أخرى ربما قد تكون إلى حد ما فيها يعني تعكير على بعض العناصر التي كانت سائدة فيما قبل. من ذلك التنوع اللغوي، في اللحظة التي كنا نتحدث عن الوحدة اللغوية وهيمنة الشعر أصبحنا نتحدث عن التنوع اللغوي، حيث إن المهاجر المغربي يكتب بالإنجليزية ويكتب بالفرنسية ويكتب بالإسبانية وبالإيطالية إلى آخره، فيسمى أو يسربل بسربال الأدب المهجري، وهذا فيه إشكال حتى لا يعني أحاصر أو أصادر الحق في الأخذ موقف إزاء الأدب، لأن هذا طبعا فيه إشكال. من جهة أخرى هناك مسألات انبهار أمام الغرب والتقديس الغرب بطريقة مبالغ فيها في الوقت نفسه، الكيل بالكيالين على الذات ولومها بصنوف اللوم إلى آخره، وهذا الأمر أيضا فيه نظر، لأن مثلا حينما نتحدث عن خط التحريري للآخر في فترة الاستعمار وفي فترة ما قبل الاستعمار كان همه الأساس هو البعد الأنثروبولوجية في هذه البلدان مجتمع العالم الثالث لالتقاط كل الجزئيات المرتبطة بها، وحينما يكتب المغربي بلغة أجنبية فإنه يقدم له مجموعة من المواد الأنثروبولوجية في تصميم الذات، هذه مشكلة أيضا مطروحة. من العناصر أيضا التي أضربتنا وأتعبنا من خلال كلام جميل ونحن لغة عالي المستوى، نترككم مع مجموعة عبيدة الرما الزلاطة في هذا الفاصل الموسيقي، فرجتكم ممتعة. بقيت لغة فاشلة
بقية لغة ضعيفة النتيجة في المبنى ولذلك نحن نتوق إلى كتابة أكثر رقيا وأكثر نضجا وأكثر خدمة وصقلا لهذه الوسيلة في التواصل التي هي اللغة التي تلحم المغاربة وتلحمهم أيضا. هل يمكن إرجاع ذلك إلى نتيجة التثاقف؟ هو التثاقف حاصل لا نقاش فيه ويغلب لغة أنا لا أرفض التثاقف بل أرى بأن التثاقف ضرورة مليحة في العصر الراهن. التثاقف لا بد منه وتبقى اللغة أن تبقى تواصلية الهوية في هدفها أن تبقى حاضرة الهوية لأن في التقسيم الأدب المهجري المغربي في التقسيم هناك حدود هناك شروط تطرح حتى إذا لم نريد نحن أن نحاصر الشروط تطرح ولذلك حينما نقول الأدب المكتوب بلغات أجنبية نحن أنا لا أصادر الأدب ولكن عندي موقف وأقول لو تجشم هذا الشخص الذي درس وخاصة في الجيل الثاني والثالث من المهاجرين عناء ومشقة طبعا هناك إكراهات لا نذكرها منها مثلا القارئ السوسيولوجيا القراءة في المجتمعات العربية بشكل عام التشجيع على القراءة وعلى الطبع إلى آخره في هذه المجتمعات هناك مشاكل ولكن مع ذلك نحن كنا ونرجو هذا نرجو على أن يكون هذا التقسيم الأدب المهجري المغربي يسمى على مسمى وأن تكون هناك مدرسة وتكون هناك فلسفة في الكتابة وأن يكون وحدة في اللغة حتى لا نصل إلى التشرذم والتبلبل في الألسنة لأن في نهاية المطاف التبلبل في الألسنة سيخدم أجندات أخرى غير الأجندة الداخلية. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.